السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله هنعمل مع بعض برياني دجاج. نشوف مع بعض المكونات. عندي هنا طماطم أنا بقشرها، بشيلها القشر، قطعتها قطع صغيرة يعني ممكن حبتين طماطم. عندي هنا نعناع وكزبرة خضراء، وعندي هنا بصل، هذا البصل البقلي يعني بحمره، وهذا بسويه مع الدجاج. عندي توم وفلفل حار حسب الرغبة، وعندي ليمونة، وهنا توابل زنجبيل، كمون، كركم، وملح مع فلفل أسود، وهذا الأسود هذا لومي، اللي هو لومي اللي هو الليمون مجفف، وبعدين بيجفف ويطحن. هنا شوية قرفة صغيرة. عندي هنا زيت وسمن، اللي حابب يسوي سمن بس أو زيت براحتكم يعني، على حسب يعني انتوا شو بتفضلوا. وعندي هنا رز منقوع، رز بسمتي منقوع. تابعوا معايا خطوات وطريقة عمل برياني الدجاج. انا حطيت طنجرة على النار، حطيت فيها كمية سمن، ونسيت اقول لكم حطيت هيل ومسمار، هذا قرنفل الحب وورقة غار. ونضيف البصل، نضيف عليه البصل، يصير لونه ذهبي، وضيف عليه الثوم. خلاص بضيف الثوم. بضيف الدجاج. مصفوف طبعا عشان من كل الدهن. متحمر شوية بضيف الطماطم. أنا هسلق الرز، أعمله على الناحية الثانية، أسلقه بس لمدة 5 دقائق فقط، مش عايزاه مسلوق. أنا حطيت الرز مي أحطه على النار. خلاص بضيف الطماطم. طماطم انا بشيل البذر لانه سوري القشر، لان القشر ما بي يعني ما بيذوب ابدا، لسه موجود كله صراحه ما بيعجبني من ذلك. انا دائما اقشر المغاربه كلهم بيقشروا الطماطم، ما احب القشره. حتى فلفل حار بس مش كله، لانه انا افتكرت انه قوي جدا حار. بحط نص كمية الكزبرة والنعناع والأخير نص الأخير أخليه مع لما أسوي الرز عندي طبقة. خلاص أنا بحط لها مي كويس كده، يعني الكمية الكافية اللي يستوي فيها الدجاج. عارفين الدجاج ما بياخد وقت أبدا في السوى، يعني خليه 3 ساعة كده، وبعدين نرجع نضيف على الرز بعد ما يكون الرز خلاص يعني اتسلخ لمدة 5 دقائق. خلاص حطيت عليه الغطا. بعدين لما يستوي الدجاج وجهز الرز ونرجع مع بعض. هذا الرز بعد ما يعني سلق لمدة 5 دقائق، هو مش مستوي يعني، بس مجرد انه بيتسلق 5 دقائق عشان يتشال منه النشا،
خلاص وصفيته، والحين مخليه لحد ما اعمله مع الدجاج. كده خلاص استوى الدجاج، هشيل منه النص واخلي النص الثاني عشان هعمل بيه، هعمل طبقات، هعمل الاول طبقة دجاج وبعدها طبقة رز وبعدين دجاج وبعدين رز. كده انا شلت نص الكمية تبع الدجاج، بعدين احط فوق منها طبقة من الرز. تقريبا نص الكمية تبعت الرز، نعناع وكزبرة، بعدين كمية متبقية من الدجاج. صار نص ليمونة، بعدين نضيف بقلاوة، خليه يستوي على نار هادية. وهذا برياني، بعد ما برياني الدجاج بعد ما استوى رشيت عليه، بعد ما حطيته رشيت عليه هذا شوية نعناع وكزبرة، وبحط عليه البصل اللي هو اللي حمرته. خلاص حطيت عليه المكسرات والبصل، وده الشكل النهائي للبرياني بعد ما قدمته. عملت معاه بس سلطة بسيطة، واحنا بناكله مع زبادي. اتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها، ولا تنسوا تسوي لي لايك واشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامة.